السلام عليكم، كيف من جديد؟ تمام. هاد الحوليات ان شاء الله تما، خليناهم ان شاء الله السرح كاين 100 أو 90، ما بين 80 حتى 100. دابا راه عندهم شهرين وشي 15، زاد في شهر واحد نهار 15 بدات تتولد الغنم، تتولد دقه وحده هي الغنم، العميه اللي تتولد مده ديال شهر ونص تتولد، كل نهار يولدوا 20 10 30 25. ما هذا تبارك الله، ديما تنحاولوا تشد 80، تنديروا ما بين 100، تنشدوا 100، هذا هو العلف اللي تتاكل، العلف ديالها. ندير لها الحوليات هذو، عندهم شهرين و 15، ديما حنا في شهر 3، شهر 1 نهار 1 2020، هما تزادوا في شهر 1 نهار 15، هلا عندهم شهرين و 15 يوم. تبارك الله، عندهم شهرين و 15 يوم. هذه الوكالة ديالهم، تيخشيو رؤوسهم نحيه، حنا تياكلو. وهادو الحوليات خواتات، هادو فايتينهم بربعة شهور، هادوك تزادو في شهر، هادو تزادو في شهر 10 9 شهر 9، هادو هادو اللي مطبوعات بالزراق في روسهم، راه تنخرجهم في السرح تنعلم فيهم. دابا بحال عندهم 6 شهور 15 يوم، تا هما كاينة هنايا ما بين 80 و 100. هو عطاهم هداك الرمان والعلف ديالهم ديال التسمين مع الزرع منيل، وهاد لي مسكينة تهرست من رجلها، درنا عليها جوج كبيرة، تنطلق ليهم هنا الماء. هادو ان شاء الله كاع مخلينهم السرح، كاينة 800 ديال الغنم، غنزيدو عليهم ان شاء الله، كاينة 800 أو 700، نزيدو عليهم ان شاء الله هاد 160، ما بين 160 180 حولية. هنا كاينين هنا معاهم خرفان، كاينين 3، كل 100 تنخليهم مع 3 خرفان، كل 100 حولية تنخليهم مع 3 خرفان. هادو راه تقطعو ليهم التباع ديالهم، تنقطعو ليهم باش نسيبو كينحلو. كنسولني واحد الأخ علاش تخليهم 6 شهور باش تخرجوهم السرح على الحوليات، كنت درت الفيديو علاش باش يوليو عاليات، باش تبارك الله ملي تولي نعجة شاط تولي عالية ومقدرة وصحيحة، وتتولي تتاوم وتعطي الإنتاج ديال الخرفان مزيان بحال هذا. مواتهم كاع ريحو 6 شهور باش خرجوا السرح، تبارك الله في صحة جيدة، حقاش مواتهم تيوليو أون فورم صحاح، حتى في الولادة ما تيتكرفصوش. إلا كانوا نسيت هذا محلول، واخا نسامحلو ماشي مشكل، نسيت باش كيطلعو. ما باقين صغار دابا، واخا تيبقى في هذا النص، ولكن راه خاصهم تزيد، خاصك تزيد تعمرو بحال الرسوم، ما تيوصلوش للكاع لتحت، فيبقى فيه النص ديال الماء، راه خاوي. تبارك الله، هادي راه تتعلف، تنعطيوها جوج وجبات في النهار، من هاد نص برويطة على 100 حولية، نص برويطة ديال بيب مع الزرع منين هي. هاد الرومانو ما نقاش ليها، خاصو يحيد هاد البري، خاصو يتشطب، تشطبو. ها هو البيب ديال التسمين مع الزرع منين بحال تدير برويطة في النهار، نص برويطة ديال البيب هذا، هنا تيقولوا لي بينسو سميتو في الاسبانية، مع الزرع منين كاين واحد الماكينة راه منيلة، تتنيلو، تدير نص برويطة من هذا ونص برويطة من هاد البيب ونص برويطة من ديال الزرع، تتعطيهم في النهار هاد البرويطة، تتقسمها ليهم على جوج، تتعطيهم في الصباح وفي العشية، وديما التبن ما تيحيدش ليهم التبن. راه كاين واحد البالة تتوزن 300 كيلو راها في هاد الباب، تنحلو الكراج تنحطوها تما بالكامل التراكتور، تبقى تاكل التبن ضروري ديما تيكون عندهم، من الصغر من تفاطمو تيكون عندهم التبن، تعلمو ياكلو. أنا جيت يعمر، مبقاش لافاض ولا شي حاجة، تتولي هنايا الريحة وداكشي، خاص الخرفان ما تكونش عندهم السارد، ما يكونش ديما يكون
ناشف ديما يكون عندهم فراش ناشف الناس يقولوا لها الكامة خلينا واحد الحوليه كحيله هي هذه كاين جات كحلات في وسط 800 ديال الغنم او 700 وهذه راه خليناها حتى هي هذه هي الثالثه ان شاء الله لا كنا شدينا في شهر 10 مع هذوك شدينا واحد الوحده اللي كاين عند مات مسكين نمشي نقز عاد الاخرى حتى هي ندير ليها ¿Te ayudo? Está ahí. También. ¿La otra también? La otra también ahí. Algo. Hostia, este está sucio. Hay que limpiarlo. Vamos a hacer aquí. No, قلت جيت لهاد الحوليه حتى ما تنعمر ليهم نتاعهم جيت تعلف عند 6 شهور و 15 يعني. بحال هذا دابا تيخرجوا عالي وما قد ما بقاو في التسمين فالتسمين تتخرج النعجه تبارك الله عاليه هذا راه خروف هذا تا هذا خروف تبارك الله الخرفان تيخرجوا مقدرين فانكالو بحال هذوك الصغار ملي تيكون عندهم شهرين تنخلي لهم العلف على طول تل 5 اشهر باش نعطيهم برويطه في النهار هذيك الوكاله تنعمروها تتبقى عامره ليل ونهار في الماء دازو تياكلوا هذه يعني. هاد الوكاله ماشي زعما كنعطيهم على حساب القياس هاد العبورات لا ياكلوا اللي بغاو مع التبن ديما عندهم العلف ديما عندهم العلف تتسلي عندهم 5 اشهر باش نعاودو نعطيهم بحال هاد الشكل تنعاودو نعطيهم برويطه في النهار علاش باش ينقصوا من الغلط ما يبقاوش اون فورم مثلا ما نخرجوا من الصرح تنبغيهم ينقصوا من الغلط باش ما يسخفوش في الصرح كما عارفين الصرح حجار ممولفين غير تبن هنايا والارض مسرحه تيعياو تيسخفوا بحال دابا هذا في شهر 8 وفي شهر 7 تطيح ما تبقاش قد تزيد لا خرجت في سميتو ولات عندها 6 شهور وكملت ليها العلف من صغرها حتى 6 شهور وتعطيها العلف يوميا عندما تيحيدش بحال هذوك ما تقدرش تزيد تتسخف تتمشي معاك للسرح تتمشي ولكن تاكل تبقى ترعاه ولكن ملي تبغي تردها في العشيه ولا شي حاجه ما تبقاش قد ترجع ما تقدرش ترجع للكوري حقاش كاينه ساعه ديال الطريق ساعه ونص ديال الطريق باش تديها تبدا فين ترعى الغنم هذا راه خوف هذا تتسخف تطيح ما تبقاش قد تزيد صافي تتولي فيها الشحمه كثيره سمينه دابا تنقصوا ليها العلف باش تولي خفيفه مابقاش ثقيله تسيب كتمشى في السرح وما تنخرجوهاش من النهار الاول نخرجوها تبدا تسرح تنخرجوها نهار وسيمانه لا تتولف ديك المشيه ديال السرح بحال هادو دابا صالحين للعيد هادو فايتين 6 شهور هادو صالحين للعيد ولكن حنا ما تنذبحوهمش هادو هادو حوليات هادو السرح هاد السيد سبانيوني تبارك الله عليه ما شاء الله مقابل هاد الغنم عارف ليها معطيها حقوق ديالها تبارك الله كساب مما الكلمة خدمت مع ناس تيخرجوا الحولية من الصغر مع امها ولكن هذا لا لا تبقى شادة 6 شهور وتيعلف فيها تبارك الله هاد الناس ديال كوينكا حريفية كسابة ديال الغنم هاد سبانيوني داكشي بالقانون تبارك الله عليهم الصراحة حريفية العلف على الانواع تبارك الله والطبيعي تبارك الله راه كاينه ثاني فاصه كاين بزاف كاين تبن في السرح ثاني تبارك الله كاين الربيع انواع ديال الربيع الله السلام عليكم ورحمه الله تحيه لكم معكم الاسم ديالي المرضي عبد المولى من دار ولاد زيدوح من واحد في قيم صالح تحيه لكم الاخوان ان شاء الله كل ما في المكان جديد